فمثل ما حكيت لك هاي الزهرة بيجيبوها من هولندا، فهمت علي كيف؟ كيف بيجيبوها؟ لا يعني إنه هي أصلاً كمان عملوا لها ديكومنتري كبير، عمل مش درامي مش يعني مزبوط. كمان مش مزبوط يا زلمة، أنت شو شوفها مقلوبة قصة، أنا شايف الديكومنتري أنا اللي حاضره على القناة، ما فيك أصلاً تشرح عنها لأنه أنا اللي بفهم المعلومات عنها جاي أنا أبداً يا زلمة. خليني أعقب، أنا بدي أقول لك شغلي أصلاً، هي القصة وما فيها إنه كانت الوردة هاي بتستخدم لأحد الملوك، وبعدين المعلومة اللي انت بس انا ما فهمت شيء من القصة. لا 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 اصلا انتوا ما شفتوا الديكومنتري، لو شفتوا الديكومنتري ما انا ما فهمت، ما انت ما راح تفهمي لانه اصلا ما شفتوا الديكومنتري. ما انت عم تحكي بس انا ما فهمت من كلامك، حتى لو كنتوا حتى لو كنتوا شايفينه كمان ما راح تفهموه. امجد روح شوي يا زلمه، لا 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 انا بقول لك انت هي ما لا لا ما فيك تسرع عنها، لازم هي تفاصيل. نوار نوار، في ناس ما بيعرفوا يسمعوا، واحد منهم امجد وما بخلي دور لحدا، حالف انه انا ما حدا غيري بده يحكي. شو بك يا زلمه روق شوي؟ سوري انا كنت شغال بالراديو وبلعته. صباح الخير. ولا شيء، بس امجد مو مخلي حدا يحكي مثل العاده. امجد بلع راديو. خلوني اقول له حاجه زي زمان ما كانوا بيقولوا لنا في الحضانه، يا امجد ربنا خلق لنا ودنين واحد عشان نسمع اكتر ما نتكلم. ما انا حكيت لهم السبب، كنت شغال الراديو بلعته وجيت فصفيت عالم المذياع الصوت الفوليوم ما معترف هو. يا جماعه الشباب ايهاب حمد الله على السلامه، اشتقنا لك. ولكم باك يوم، عقبالكم، احنا كمان اشتقنا لك بس ابكر منك. شكله عقبالنا انا وياك. عقبالكم انتم كمان، شكرا. اول شيء عم نمزح نحن امجد، لا بالعكس امجد بيسمع ايام مش دايما كثير. بس الفرق بين انك الواحد انه تسمع وتصغي اوكي، مش بس انك تكون عم تهز براسك وبس هيك، انك تنصت للشخص اللي قدامك عشان تفهم هو عايز يقول ايه بالضبط. صح، بس مهاره الاستماع يا ايهاب ليست بالعمل السهل ابدا عند بعض الناس. مزبوط. ان هو يقعد، وعلى فكره انا واحده منهم، انه يقعد يسكت. ما بتسمعيش؟ لا بحب اتكلم اكتر ما اسمع، وده خلي بالك شيء غلط جدا عشان الناس بتتفرج علينا ما تفكرش ان احنا بنشجعهم على ده ابدا، ده شيء مضر جدا لانك انت ما بتكتسبش معلومات الكافيه، ما بتفهمش اللي قدامك المسج اللي عايز يوصلها عايز يقول ايه لانك ما بتسمعهوش. وفي نوع من الظلم، انا ما بدكش حقك، انا بجور على حقك وباخد من وقتك وباخد من تعبيرك وباخد من كل حاجه، فانا بشوف انه شيء ظالم. في الشيء اللي بيضايقني شخصيا انا، الشخص اللي انت بيكون ناطرك تتاخدي نفس ويفوت عليك بالحديث تيعطيك من تجربته الشخصية اللي هو ما بده يسمع، اللي ما بتهمك أصلا، اللي أنا مش خليني يا أخي إذا أنا عم فضفض لك تشوف قدي أنا زعلان أو قديش أنا تعبان، وأنت بتفضفض لي قديش، مش هي مش مسابقة تشوف مين تعبان أكتر من التاني. اسمعني خليني خلص، ويمكن تجربتك بالحياة أوكي باخد منك كالملاحظ، بس مش تكون هي الأساس تبعنا. لا هو هيدا شيء كتير مزعج. لا اسمع خليه، يمكن تعرف شو بيعمل حكيم نفساني، بيقعدك على 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 كنباية بيقول لك احكي، بضل يسمع. صح يا أمجد؟ صحيح. بدي خبرك قصة إيهو، في مجموعة متعلمين متعلمين أي بمعنى يعني ما شاء الله نالوا نصيب كبير من العلم، فمعترضين على قصة على قصة معينة أوكي، مين صح ومين غلط، أنا الصح أنا الغلط أنا الصح، بيعد بين الشباب هدول الخمسة، في واحد بينهم كان ساكت وعم بيسمع الحوار اللي داير، فهذا بيقول رأي وهذا بيقول رأي وهذا بيقول رأي وهذا بيقول رأي، كل الآراء فيها الصواب وفيها الخطأ، هو ظلوا يسمع، فحكوا له في نهاية الجلسة وينك يا أبو فلان ما سمعنا صوتك، شو أعطينا رأيك. طيب فشو عمل هو بمرحلة الاستماع؟ أخذ من إيهاب الصح وترك الغلط، وراح لأمجد أخذ منه الصح وترك الغلط، وراح لنور أخذ منها الصح من رأيها وترك الغلط، ومنه كذلك. فشو عمل هو اللي كان استنتج الصواب بالرأي، فحكى لهم رأيه على أساس أنه هو رأيه بس هو مش رأيه، فجمع الكلام هذا كله. هذا الزلمة بيصغي عنده فن الإصغاء، مش بس بيهز الله ينور عليك، فحكى رأيه، فكلهم المتعلمين، هو مش متعلم على فكرة،
فكل المتعلمين اجزموا له بانه رايه هو الراي الصواب، قالوا له والله انك انت افهم واحد فينا بهي. بالاخير هو اخذ من كل الناس كان. بس المشكله بتعرف وين؟ صعوبه الاستماع او الاصغاء. اوكي انا بقدر اقول عن حالي اني انا شخص بقدر اسمعك للاخر اذا انت عم تحكي لي مشكلتك، اذا انت عم تعطيني معلومه، اذا انت عم تخبرني خبر انا ما بعرفه، بس ما بقدر اسمع وما بقدر ضلني ساكته اذا انت عم تستفزني او اذا بيني وبينك في موقف معين وانت عم تعطيني سلبيات وايجابيات هذا الموقف، لانه لا اراديا بتصير انت تفهم الكلام مثل ما انت بدك، تحول الكلام مثل ما بيناسب عقلك لحتى تدافع عن حالك. فبالتالي بكل المشاكل نادرا ما نشوف مشكله بين شخصين يكون حدا عم يسمع الطرف الاخر او حدا عم يتفاهم مع الطرف الاخر ليقدروا يوصلوا لحل. هي انا بحس المعضله الكبرى اللي طيب احنا دائما بنعاني منها. انا عايزه اخذها شوي من جانب ايجابي يا شباب ويا بنوته يا حلوه. كبار السن الناس اللي شويه عواجيز يعني جدتي وجدتك وعندهم قد ايه بيعوزوا يقعدوا معاك يحكوا لك عن ذكرياتهم الحلوه وازاي اتعرفت على جدك وازاي كان بيقف يستناها تحت البلكونه. انت ممكن تكون مش حافظ القصه، انت بتسمعها غيبا ولكن هي محتاجه لده. في نقط بينسوها بتذكرها بالظبط. هي محتاجه ان هي تقعد تفضفض معاك تحكي. ده موضوع صحي جدا للفئه دي اللي هم كبار السن. في فئه تانية اللي هم الحبيبه والناس اللي في علاقات عاطفيه. انا ليه بنجذب او بنشد للشخص اللي قدامي وبيسمعني بحس باللي انا بقوله، هو عايز يسمع صوتي اكتر، عايز يعرف انا بفكر في ايه اكتر، عايز يفهمني اكتر. سيدنا علي بن ابي طالب كان بيقول تحدث حتى اراك، يعني انا طول ما انا ساكت كده وقاعد انا غامض بالنسبه للشخص اللي قدامي، ولكن ساعه ما اتكلم هو هيفهم انا بفكر ازاي، هو هيفهم انا عايز اقول ايه. فانا بشوف انه مش في كل الاحوال هو شيء سيء، في بعض الاحوال هو شيء جيد. اكبر دليل احنا كمذيعين ومذيعات لو مش رغيين مش هننفع في المهنه دي. يعني لو انا بخيله في معلوماتي ما بقولش كل اللي عندي، لو انا بخيله في شرحي ما بقولش كل اللي عندي، خلاص يعني انا طالعه بس يا جماعه انا هتكلم النهارده عن الاستماع ومهاره الاستماع. ثانك يو. معلش منا يمكن اعارضك بشغله. تفضل. اكيد انا من وجهه رايك بما انه انت دائما بتتمسكي بصف المعارضه، خليني اليوم مش مؤيدين المعارضين. معلش. طيب المذيع مش انه والله انه انا حكيت كثير مثلا او شرحت كثير، اوكي احيانا ممكن اطلع على الراديو، انه انا مهنه الراديو عندي يمكن تكون اشد تاثيرا على الناس اللي سالكين طريق، لانه طبعا يعني عندك طبعا يعني مخاطبه لمخيره المستمع، اوكي. فاذا كان الحديث مشوق راح يضل يسمعني، اذا كان الحديث غير مشوق راح يقلب المحطه ويسمع اذاعه ثانيه. انا بس انا اسفه قطعتك، بس انا عايزه اعتذر عن معلومه قلتها، هو سقراط اللي قال الجمله اللي انا قلتها. تفضل. برافو عليك يا منى. ولكن بطبيعه الحال انه حاليا بزمن السرعه وبزمن العولمه مالت الناس للاختصار ومالت الناس، وفي ناس بتقول لك معلش اعطيني الزبده، اما انا عندي فن الاصغاء والاستماع بس يخلص انجز. انتوا عندكم بالمصري كلمه انجز يا عم، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. احيانا بنروح لقعده بتطلعي منها بتقولي يا الله راسي اجعني من الدوشه، مثل الحمام اللي مقطوعه ميته. ليش؟ لانه ما كان في حوار بناء، ما في كان نقاش، ما في كان الناس بتستمع. تلاقي انه هذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي. بس بتديني حقي في رد على معارضتك صح؟ تفضل رد ولا خلصت؟ اتفضلي. اوكي. في التعليم الموضوع ده مطلوب ان انا اكون مختصر، يعني انا لما يكون عندي اطفال هم بياخدوا مني المعلومه لاول مره، عايزين يعرفوا الشرح التفصيلي للقصه. انا وانا في الجامعه بيتقال لي مثلا، انا فاكره المعلومه دي كويس، كان عندي في كليه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون محاضرة عن التصوير، فالدكتور وائل صابر الله يمسيه بالخير كان دايما يقول لي الاكسبوجر، انا ما اعرفش ايه اكسبوجر، فكل شويه يقول لي المصطلح ده اكسبوجر اكسبوجر، يا دكتور اشرح، هو جهاز بيتحط عشان نقيس الضوء، طب بيشتغل ازاي؟ طب بيعمل ايه؟ طب مش عارفه ايه؟ مش قادر يا منى ارغي، لا انا محتاجه ده وانا طفله. الالف الباء التاء الثاء، ليه انا بقول الثاء؟ فاهم قصدي؟ فبكون محتاجه لشرح اكتر، لازم انا اسكت عشان اللي قدامي يديني المعلومه كافيه ووافيه. بس منها هي المعلومات، هي بالاشياء اللي انت بتثري ثقافتك، بالاشياء اللي انت رح تستفيدي منها بعدين. بس تخيلي شخص عنده شرح مفصل لكل شيء بحياته. لا يعني انا اذا اليوم بدي اقول لك انا ما بقدرش اعطيكي شرح مفصل لكل شيء،
خليني احكي. تفضلي عم بسمعك. اعطيكم شرح مفصل لكل شيء وما اترك مساحه لحدا حتى يعلق او يعطيني رايه او استفيد منه من خبرته. اتفق معاكي بشده، بس انا كنت بقول في جانب واحد بس ايجابي اللي انا ذكرته، ولكن انا ضد تماما الجر والرغي والمماطله في الحديث اكيد. أنا بضم صوتي لصوت نوار، يعني في ناس بأدق التفاصيل بيشرح لك إنه هو والله كان صحي من النوم وقام تحمم وبعد ما تحمم وأنت مش مهتم فعليا. استنى شوي وراح على سوبر ماركت واشترى كيسة خبز ورجع البيت جاي أصلا راح اشترى كيسة خبز، خلص اختصر الموضوع. أحيانا الناس بتمل بتضوج، ولكن فن الانصات والاستماع لكل مقام المقال، يعني في مكان بدي احتاج له الانصات، وفي مكان خلاص ما بقدر، الحديث مش مشوق ومش كل كلامي ممكن يكون حدا عاجبه يعني. صحيح، في اصابع مش نفس بعض، في سمسم يعني. في اداب بعد كمان للاستماع والاصغاء مع الشخص اللي هو قاعد عم يحكي معك، يعني كنت عم تحكي عن ناس الكبار بالعمر. اجا بي زياره لعندي من حوالي شهرين، شفته انا وسلمت عليه. ايه انا مخبرني خبريه اصحك تغلط اياه. ايوه لا بترجع لبنان. لا هو بيحضرنا كمان. من المساوئ اللي انا عملتها، او انا بحكي عن شغله صارت معي ولازم نحن نتبع هذا الموضوع، انه هذا الشخص صار لي زمان مش شايفه، وانت شخص صار لك زمان مش شايفه، كبير بالعمر، انت ماسك تليفون عم بتشيك شيء. بالضبط صح، ماسك او رندم اللي بس عم ترفع التليفون وعم بتشوف شيء، يمكن انت مش عم تشوف شيء، هذا شيء كثير سيء. صح تطلع بعيونه للشخص اللي عم يحكي معك، خلي يكون في اي كونتاكت تشوف. صح، بس برافو انك انت قدرت تعرف هاي المشكله، لانه انا للصدفة مرقت بنفس الموقف تماما مع الماما كمان، وفعلا كانت عم تحكيني وانا كنت هلا انا معها، بس انت ما بتقدر تكون معها بكل حواسك، او ما بتقدر تكون مهتم بالموضوع بكل حواسك، يمكن قد ما كان الموضوع صغير، بس هدول الاشخاص بحياتنا فعلا من حقهم علينا انه نحن نسمعهم بكل جوارحنا، نقدر نستفيد منهم، لانه دائما عندهم عبره بالشيء اللي عم بيقولوه، فعلا دائما انت رح تستفيد من كلامهم، ما رح يعطوك كلام فاضي. في ناس بتدخل بتفاصيل، بس حتى تفاصيلهم مرات بنقدر ناخذ منها عبره، وخصوصا الكبار او اهالينا بشكل مخصص اكثر. انا في الرساله بتاعتي يا ايهاب كنت بناقش موضوع العزله الذاتيه، انا اتكلمت على جميع انواع العزل، ولكن العزله الذاتيه هي كانت اقوى واحده فيهم، لان في مصطلح اسمه المد المماطل. المد المماطل ده هو اقوى درجات المرض الذاتي، الا وهو ان انا اقعد في البيت قدام المرايه اكلم نفسي، او اقعد لوحدي كده اتخيل موقف واعيش فيه اكلم نفسي. بتحصل معاكم بعض الاحيان بتبقى سايق تتذكر موقف تفضل تحكيه، او انت بتبقى عايز مثلا، انا متخانقه مع امجد فما قلتلوش حاجه، بس بروح البيت افضي الشحنه السلبيه اللي جوايا، يا لو كنت قلتله، يا لو كنت عملت، عارف العلم النفسي يقول لك قول الكلام ده ما بينك وما بين ذاتك عشان انت ترتاح، يعني بدل ما اقف فيس تو فيس معاك نغلط في بعض، لا انا اقعد في البيت اطلع كل الشحنه السلبيه صورة مع نفسي. مع نفسي ده شيء أيوه. جدا مفيد صحيا، ولكن ليه برضو ضرر ما بينهم شعره، الا وهو الجنون. انت ممكن يوصلك هذا الشيء للجنون فيما بعد اذا تعودت الراحه عليه، يعني اذا انت ما بترتاحش غير لما بتعمل كده. انا بعتقد يا منى تقريبا على كلامك انه سوء وصول الرساله، سوء وصول الرساله، يعني نحن بنعرف لاي رساله عشان تنقل في مرسل وفي مستقبل. هذا المرسل اللي بده يحكي، في للاسف في ناس مش عندها اصغاء، ما عندها استماع اصلا، ما عندها حسن الاستماع. يعني احيانا في الخطابات نشكركم على حسن استماعكم، هي انا ما فهمت الا بعد حسن الاستماع، يعني في هدوء، في عدم شوشره، عدم حديث جانبي، يعني احيانا بنلاقي انه هناك في اتيكيت اصلا للاستماع. صحيح. اوكي، ولكن للمشكله اذا راحت الرساله من مرسل لمستقبل وبعدين انتهت بعدم فهم، فلا فائده من الحوار. لهيك مهم النقاش امجد، يعني اذا انت عم تحكي عن الخطابات، ليش مو كتير كل الناس ما بتسمع الخطابات، او ما بتقدر تسمعه لاخره، او ممكن تاخذ منه الاشياء اللي بتهمك وبعدين تتركه؟ ما في نقاش، ما في رد فعل، ممكن يكون في استماع فعلا، حسن استماع واصغاء، لما تلاقي نتيجه في رد فعل في هذا الشخص اللي انا اللي ساعه مثلا قاعده عم بحكي بموضوع معين، يعطيني رد فعل مبني على موضوعي، ما يعطيني رد فعل بياخذ منه كانه نسي كل شيء انا حكيته واخذ. تعرفوا هدول الناس اللي
بتضلها توصلك تحكي 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 وتوصلك للنقطة اللي هن بدهم اياها ياخذوها ويتركوا كل شيء انت حكيته قبل. فهذا الموضوع كارثي. انت هون ما بتقدر تعمل اي وسيلة تواصل مع هدول الناس، فلهيك يمكن بتلجأ لقصة انه انت تحكي مع حالك، يمكن نفسك رح تفهمك اكثر من كثير اشخاص. صحيح. بس عارفة نوار، في نقطة بسيطة على الكلام اللي قاله امجد، موضوع الخطاب وكده. قالوا في دراسات انه اكتر خطاب ممكن او اكتر موضوع او اكتر حديث ممكن انا انصت اليه واستمعه بامعان يعني، هو الحديث التفاعلي اللي انت بتديني فيه فرصة ان انا ارد. مشاركة. بالضبط، المشاركة. يعني انت لو بتتكلم في موضوع وانا عندي رأي لازم اقوله، تأكد انه الموضوع ده هو اكتر يعني معلومات هتوصل للشخص اللي قدامك لانه بيتفاعل معك. تعالوا صح، تعالوا صح، في شغله ما انتبهنا عليها، انه فتحنا حلقه وفيك واحد كان معي بالاذاعه. ايوه. اوكي، اختفى وشال عليه في واحد وسحب شكله ولا وين؟ مهند. وين مهند يا جماعه؟ صح، ما كان معي بالاذاعه. نداء الى مهند. والله شكله لسات بيقدم برامج بالاذاعه ولا شو قصته؟ ناس انه عندنا 3 تي في وناس انه عندنا صباح الخير يا وطن ولا شو القصه؟ يا سلام.